السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اليوم بهذا الفيديو حبيت أني أقدم لكم طريقتي بتنظيف الذهب وتلميعه. أنا بحاجة لمي مغلية، المي المغلية رح أحط بقلبها مسحوق الغسيل، أي مسحوق غسيل عنا من البيت موجود، ومنقدر أيضا نحط معجون اللي منجلي فيه، ومنقدر أيضا نحط نقطة خل صغيرة بقلب مية الغلي. انا هلا رح احط الذهب بالمي المغليه، بس بدي اذكر شغلي، انا عندي هون ذهب خالص ما في بقلبه لا احجار كريمه ولا شيء. بحال عنا نحن ذهب في بقلبهم احجار كريمه او في بقلبهم كريستال، ما بنصحكم نهائيا تحطوهم بالمي المغليه. ليه؟ لانه ممكن ينزع الاحجار الكريمه او ينزع الكريستال وممكن يتقبعوا. بحال نحن عنا ذهب مدخله الأحجار الكريمة أو مدخله الكريستال، منحطهم بماي دافية جدا مش بماي مغلية. هون عندي مثل ما شايفين ماي مغلية، راح ضيف مسحوق الغسيل بهذه الطريقة، وأنا حطيت نقطة خل صغيرة، نقطة خل صغيرة. أنا هلأ راح ضيف الذهب بهيدي الطريقة. هيدي الماي مغلية ما تقارب 98 درجة. برجع بذكر هيدا كمان، برجع بذكر اللي عنده ذهب موجود بقلبه أحجار كريمة ما منحطه بالماي المغلية، منحطه بماي دافية. بلش تغلي الماي، رح خليهم 5 دقايق فقط لأنها ماي مغلية، بينما اذا كانت بالمي الدافية بنخليهم نص ساعة لانه فيهم احجار كريمة. انا هلأ رح خليهم ورح ارجع افركهم بفرشاية الاسنان. انا هلأ هون فركته كلياته للذهب اللي عندي بفرشاية الاسنان، ما حطيت شي، بس شلته من المي، من المي المغلية، وبعده ما غسلته نهائيا بالمي الباردة، بس فركته. هلأ رح غسله بالمي الباردة ورح فرجيكم شو رح اعمل. هلأ انا غسلته بالمي الباردة، رح جيب قطنة رح حط عليها خل ابيض ورح مسحه. هيك بهذه الطريقة بصير بيبرق عنا الذهب. ولنحافظ على الذهب دايما دايما بدنا نمسحه بسبيرته او الكول. ليكو كيف بلش يبرق، ليكو الذهب. بتمنى هيدي الطريقة تكون عجبتكم. طبعا بعد ما نخلص نرجع مرة تانية منغسله بالماي الباردة، منجففه منيح ومندبهم بصندوق خاص، وما منحط الذهب نهائيا مع الفضة لانه بيروح لونه وبيبهت. إذا عجبكم الفيديو اشتركوا بالقناة ليصلكم مني كل شي جديد.